اللي السجل التجاري ما عادش يسجلوا فيه كان الشركات والتجار. جديد في السجل التجاري ولا يشمل زادة أشخاص طبيعية ومعنوية كيما الجمعيات، وهذه من الحاجات الجديدة اللي جاب بها السجل الوطني للمؤسسات. تعرف شي زادة؟ اللي التسجيل ضروري للجمعيات بمختلف أنواعها، يعني الجمعيات اللي تخضع لقانون 88 عام 2011 كيما الجمعيات الثقافية الخيرية وغيره. الجمعيات تخضع لقانون خاص كيما الجمعيات الرياضية وجمعيات القروض الصغيرة وجمعيات المياه. ولازم نعرفوا زادة انه حتى الجمعيات الأجنبية واللي عندها فرع في تونس يشملها التسجيل هذا. بطبيعة ما ننساوش نقابة المالكين اللي هما زادة يشملهم التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات. وهذا الكل يدخل في إطار الدور اللي يلعبه السجل الوطني للمؤسسات في إرساء شفافية المعاملات الاقتصادية وتوفير المعلومة للجميع. أكثر استفسارات تلقوها على الرقم 70 24 81 70 248 170، ولا تنجموا تبعثوا على البريد الإلكتروني info@registre-de-6entreprise.tn. تعرف شي بمساهمة السجل الوطني للمؤسسات. أغنو كلام في البزنس مع فارس.